سباق اللقاح من فيروس أو لفيروس كورونا يدخل ملاطفاته الأخيرة. موسكو تعلن جهوزية لقاح وبريطانيا أيضا، وأجواء تفاؤل أوروبية وفي الولايات المتحدة. فهل بتنا على مسافة قريبة من اللقاح؟ وهل سيتم توزيعه بسهولة أم أن حرب الاحتكار ستفرض إيقاع؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي. مساء الخير دكتور أفندي، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، هل التفاؤل ربما مبالغ فيه أو سابق لأوانه فيما يتعلق بهذه الأبحاث التي على ما يبدو بدأت تؤتي يعني نتائج إيجابية ولو أولية؟ أول شيء مساء الخير لك صديقي والأخوة المشاهدين. طبعا النتائج هي الأول، النتائج اللي قام فيها المعهد جاميلي، معهد جاميلي بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية للقاح جديد ضد الكورونا، كان على أساس هو لقاح موجود من قبل، هو على أساس كان لقاح موجه لفيروس الإيبولا. طبعا اللقاحات كان فيها جدا نتائج إيجابية سريرية، ما عطت أي تأثير سلبي على أي متطوع من خلال المتطوعين. التجارب كانت عامة لكل الأعمار لحتى 60 سنة. طبعا النتائج كانت جدا جيدة، ونقدر بنقول أنه كان اللقاح فيه شيء جديد، هو لقاحين. اللقاح هو نفس الجين الوراثي، يعني كيف بيصير اللقاح؟ اللقاح هو الفيروس، هو قريب جدا من فيروس الكورونا، قريب جدا الجين الوراثية أو الفيروس اللي يدخل جسم الإنسان، بيأثر على المواد البروتينية اللي فيروس الكورونا. طبعا هو عبارة عن جين وراثي، ولكن الروس دخلوا عملية جديدة، هي حملوه في الجسم عن طريق لقاحين وعن طريق حاملين وراثيين، يعني بشكل بودرة وبشكل سائل، يعني في العضل وفي اللعاب. هذا أعطى نتائج جيدة بطول فترة المناعة، يعني طول فترة المناعة بغض النظر عن بقية اللقاحات. أنا عم بتابع كل اللقاحات اللي عم تجري في العالم ونتائجها. هذا اللقاح بالذات يعطي نتائج إيجابية، إنه أول شيء بناخد على بنحصل على كوكتيل من الأجسام المضادة اللي هي خلايا التي اللي بتهاجم بروتينات فيروس الكورونا. اثنين، فترة أطول، يعني نحن نصل لفترة سنتين تقريبا. الآن في التجارب النهائية راح تكون ميدانية وراح تكون في عدة دول وليس فقط في روسيا. طيب. على علمي أنه بدأت الآن اللقاحات في تركيا، في الإمارات العربية المتحدة، في السعودية وبعض الدول الأفريقية. هذا بيعطينا تفاؤل إذا نجحت اللقاحات الميدانية. روسيا محضرة أنه يكون متلائم لكل الدول هاي اللي عم تساعد، اللي عم تعطي متطوعين للقاحات، يعني فحص اللقاح. راح على حسب وزير الصحه الروسي انه هناك تحضير لنهايه العام لانتاج 200 مليون عقار لكل هذه الدول. طيب دكتور افندي، يعني قبل ان يدركنا الوقت دعني اسالك، هناك كما اشرت حضرتك الكثير من الجهود والمساعي الان لانتاج مثل هذا اللقاح، تحدثت انت عن التجربه الروسيه، طبعا هناك الان لقاح اوكسفورد الذي اصبح معروفا وسمعنا نتائج ايجابيه عنه بالامس. هل هذا السباق الذي يبدو محموما لإنتاج اللقاح هو في النهاية لخدمة البشرية أم لتحقيق أرباح لهذه الشركات؟ طبعا للأسف الشديد أنا سمعت اتهامات رؤساء مخابرات، رئيس مخابرات بريطانيا مع وزير خارجية بريطاني مع الولايات المتحدة مع كندا، أن الروس حاولوا سرقة النتائج اللقاح. طبعا هذا الشيء هو مسيس طبعا، لانه لقاح الكورونا، اللقاح اللي ينتجه معهد اوكسفورد بيختلف اختلاف كامل، فهو منتج من فيروس بيصيب الشمبانزي. هو فيروس بيسوي انفلونزا الشمبانزي وتطور لانتاج اللقاح، للقاح الفيروس الكورونا، بينما الروس اخذوا لقاح الايبولا، يعني فيروس اخر وطوروه. انا اعتقد انه هناك تسييس في الموضوع، جدا تسييس، هو داخل ضمن سيستم الروسوفوبيا، يعني ما بريدوا انه روسيا تسيطر على الموضوع او تسيطر على اللقاح، مع انه روسيا اخر بلد في العالم تتعامل تجاريا مع الادويه ومع العقارات. لا ننسى انه معهد الجاميلي اللي انتج هذا اللقاح له يعني تاريخ قديم، انه هو انتج لقاح ضد التيفوئيد، ضد مرض الكوليرا، ضد امراض الطاعون، له تاريخ قديم. فانا اعتبره انه هي غيره علميه. طبعا نحن كبشر او كل انحاء العالم
يمكن نستفيد من هذا الصراع او انتاج لقاح احسن، لانه بالاخير المواطن اي بلد في العالم ما بيهمه تماما شو نوع اللقاح ان كان منغولي ولا كان صيني، المهم انه نصح وما نمرض في هذا الفيروس وتقف العدوى. طيب في نصف دقيقه دكتور افندي، هل تعتقد انه اذا تم تطوير هذا اللقاح في روسيا سيتم يعني توفيره للعالم بشكل فوري وباسعار في متناول الجميع باختصار لو سمحت؟ طبعا انا حسب معلوماتي حتى الان انه التكاليف غير يعني جدا رخيصه، وقادره الدول حتى النائيه على شراء هذا اللقاح، وشركه الشركه الروسيه اللي عم تنتج هذا اللقاح بالتعاون مع دول كثيره في العالم مثل ما سبقت قلت الامارات منها وفي السعوديه وفي تركيا وفي عده دول اخرى، طبعا الاتجاهات انه لتخفيض السعر لعدم احتكاره حتى ما يحصل مثل ما حصل بالدواء الامريكي العقار الامريكي والريبوتسيفير اللي احتكرته امريكا وكان سعره جدا مكلف لوقت ما الروس انتجوه، على ما الروس انتجوه هو الافيفافير من دواء ياباني سابق هو الافيغان، انتجوا هذا الدواء باسعار ارخص بكثير طيب من الريبوتسيفير. هذا بيعني انه اتجاهات الوزارة شركات الأدوية في روسيا ومعامل الأدوية ووزارة الصحة الروسية إلى تخفيف التكاليف. طيب على كل حال يعني نحن في نهاية المطاف بهمنا دكتور أفندي أن يتم التوصل إلى لقاح وأن يتم توفيره لأكبر عدد ممكن من الناس حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا جزيلا لك الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، كان معنا من موسكو.